أخبار اليوم. السلام عليكم. بس احنا جينا النهارده ان شاء الله علشان نودع شهيد مصر سيادة النائب العام. وكان شهيد هم مفكرين ان هو ان في شهيد مات، ان يعني دون مات اللي هو النائب العام مات، في اكتر منه هيجوا احسن واحسن كمان. مصر مصر ولاده يعني دي ام الدنيا، مصر ام الدنيا، وبيحصل افخم الرجال بتيجي منها. واحنا يعني دي حاجه، ده هو يخش الجنه، ده هو في يعني دلوقتي احسن، محدش يقول ان الشهاده دي. وهو كان متاكد ان كده يحصل على فكره، يعني هو قبل كده برده حاولوا الاغتيال ده بس ربنا ما ارادش، فهم برده قرروا العمليه ان هو كان عارف، هو كان عارف. واحنا دلوقتي بنهني انفسنا، بنهني شعب مصر كله 90 مليون، واحنا كمان بنهني السيد الرئيس عبد الفتاح. احنا نقف معاه مش هنسيبه، احنا 90 مليون هم مش هيقدروا علينا. هم يعني حبه كده، يعني هم مفكرين نفسهم هم بس بيفكروا بيعرفوا العالم والشعب ان هم موجودين، لكن دي ما هم مش موجودين. يا اخوان يا مجرمين، يا تجار الدين، يا كذابين، يا اللي يتحكمونا يا تقتلونا مش هتقتلوا مصر، لان مصر ما حدش يقدر عليها بجيشها بعد ربنا، بعد ربنا جيشها وشعبها وابطالها مش هتقدروا على مصر ولا عمتها تقولوا حاجه. يا انصار مرسي الخاين المجرم العميل، يا كذابين، يا تجار الدين. وانا بقول للجيشنا اقوى يا جيشنا، واقوى يا رئيسنا، يا بطل، يا زعيم الامه، يا راجل يا محترم، يا راجل يا محترم، يا اللي نجيت الامه بحالها، يا اللي نجيت العالم كله، يا بطل يا سيسي، يا بطل، يا احلى راجل واعظم راجل واشرف راجل، اقوى واحنا وراك. يا ارهاب يا خسيس، الشعب المصري مش رخيص. يا ارهاب يا خسيس، دم جدودنا مش رخيص، واحنا وراكم ان شاء الله. لما تخش وراكم ان شاء الله، لما تخشوا كفركم تاني، انتوا بقالكم 80 سنه شغالين تحت الارض زي الدود، بقالكم 80 سنه شغالين تحت الارض زي الدود. انتوا ناس خونه، ناس كلاب، ناس ما عندكم امانه ولا شرف ولا دين، ولا تعرفوا عن الدين حاجه. قتلتوا جنودنا وشرطتنا وقتلتوا الاطفال ورملتوا النساء. ان شاء الله ان شاء الله مكانكم تحت، ندوس عليكم بالجزم. انتوا كلاب، انتوا كلاب. مرسي والعصابه اللي معاه عصابه كلاب، اخركم النار. في الدنيا في الدنيا نار، وفي الاخره نار ان شاء الله. حزب الله ونعم الوكيل فيهم. وبعدين بصراحه ارجع تاني واشكرهم، لان احنا بنموت شهداء، هم بقى يدوروا على نفسهم. اللي مات ده مات شهيد، وهو يستاهل الشهاده، لان هو راجل امين وراجل محترم، وراجل كان امين في شغله وراجل عادل في شغله. واحنا بنشكرهم اللي هم ادوا له الشهاده دي، واحنا جايين نبارك لهم، وجايين نودع شهيد وبطل وامين ومحترم وكل حاجه، جايين نودعه مش جايين نعزيه. احنا بنهنيه وبنهني اسرته على الشهاده. انا هقول حاجه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رساله لام الشهيد، لا تحزني ولا تبكي يا امي، فانا حي شهيد وانا مع الحق سعيد. ارفعي راسك يا امي عاليا، فانت ام الشهيد. افرحي يا أمي افرحي، فأنا مع النبيين والصديقين. يا أمي أنا في جنة الفردوس أحيا من جديد.